أهلا بكم متابعي صدى جدل الأفاضل في كل مكان، نتواجد في هذه السهرة الكروية الرمضانية مع ختام بطولة الماسترز الرمضانية لكرة القدم في نسختها العاشرة للشركات. النهائي انتهى بانتصار فريق العصلاني بهدف دون رد أمام فريق الرسم يونايتد. أستضيف في هذا الأثناء رئيس مجلس إدارة شركة ناتبت الأستاذ غيث مفتي، أحد الداعمين في هذه البطولة. في البداية أستاذي مرحبا بك، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأنت بخير يا سيدي، وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير يا سيدي. كيف شاهدت الحدث الختامي اليوم؟ والله ما شاء الله، يعني البطولة من سنة لسنة بتتطور بشكل غير طبيعي، يعني ما شاء الله اليوم شفنا المباراة، في لعيبة موجودين من ما شاء الله من أندية، لعيبة معروفين، لعيبة في الحواري، وكان المستوى جدا رائع، والحمد لله انبسطنا بالمستوى الموجود في المباراة النهائية، والحمد لله أنها طلعت بالمستوى الرائع هذا. دائما نشاهد ونلتمس دور شركة ناتبت من خلال البطولات، تحديدا في بطولة الماسترز، ما السبب وراء هذا التواجد وهذا الحضور؟ والله طبعا يعني احنا كشركة سعودية نحب، هذا واجب علينا، انه من ناحية خدمة للمجتمع. زي ما انت عارف ما شاء الله الشركة المنظمة ما شاء الله كلهم شباب سعوديين، وهذا احنا بندعم برضو الفرق اللي بتلعب في البطولات هذه، وبندعم برضو الشركة المنظمة، فهذا واجب على كل شركة، مو بس ناتبت، واجب على اي شركة سعودية انه تدعم مشاريع زي كده، قطاع رياضي او مو شرط قطاع رياضي، قطاع خدمي، قطاع في 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 العمل، لازم كشركات سعوديه ندعم الاشياء هذه بكل ما نستطيع. ختاما كلمه الى الساده اللجنه المنظمه في هذه البطوله بقياده المهندس رامي سراج وكل من معاه من طاقم العمل. والله انا احب اوجه له الشكر الجزيل مهندس رامي على ما قدمه من مستوى، وهو والعاملين معاه والفرق كمان اللي شاركت في البطوله، لانه لولا الشركة منظمة وشغلها وتكاتفها مع الفرق وتعاون الفرق المشاركة ما كان شفنا البطولة وصلت بالشكل هذا، وما شاء الله يعني من سنة لسنة بتتطور البطولة وبتزيد حلا وحلا، فأتمنى لهم إن شاء الله تقدم مستوى أحسن من سنة لسنة، وإن شاء الله بقول لهم يعني إن شاء الله إحنا معاكم في كل سنة إن شاء الله. نحن أيضا بدورنا نتمنى نراك مجددا في هذه البطولة من خلال الدعم، من خلال المشاركة أيضا كفريق شركة ناتبت. شكرا لك أستاذ غيث، وكل عام وأنتم بخير مجددا. وأنت بخير يا سيدي، وكمان أحب أوجه شكر لقناة صدى جدة على دعمها الإعلامي للبطولات هذه، وأنتم إن شاء الله موجودين معنا في كل بطولة، وشكرا جزيلا لكم إن شاء الله. شكرا. الله.